اليوم كنعتبره يوم جديد للجامعة الوطنية لجمعية المستهلك، واللي هو كذلك يوم جديد بالنسبة لتجديد الثقة ديال الإخوان أعضاء الجامعة الوطنية في الشخصي لرئاسة الجامعة لهذه الأربع سنوات المقبلة إن شاء الله. كنتمنى أنها تكون كذلك سنوات حافلة بالعمل وبالأنشطة لصالح المستهلكين وللدفاع على حقوق المستهلك كما هو المعتاد، لأنه الجامعة الوطنية لجمعية المستهلك الهدف ديالها الأول والأخير هو الدفاع على حقوق المستهلكين، وكذلك الدفاع على حقوق الأقليات المعوزة، وهذا مسار الحركة الاستهلاكية ككل. فكنظن بأنه العمل ديالنا غادي يكون مازال مستمر، العمل ديالنا غادي يكون باقي غادي على المسار دياله، ولكن بمشاركة ومساهمة جميع الأعضاء كذلك اللي هم مشكورين على تجديد الثقة ديالهم في شخصي. وكنعتبروا بأنه هذه مرحلة أخرى من المراحل اللي كتمر منها الجامعة الوطنية لجمعية المستهلك. اليوم كنحضروا 16 نوفمبر 2024 مناسبة ديال تجديد المكتب الإداري، المجلس الإداري للجامعة الوطنية لحماية المستهلك المغرب، وتجديد أعضاء المكتب الوطني للجامعة الوطنية لحماية المستهلك. تم انتخاب أعضاء المكتب برئيسها وأعضائها، لقد تم التصويت على بالإجماع على سي وديع مديح بصفته رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك. نتمنى له مسيرة موفقة، مشاركة الجمعيات بالمجهودات الجبارة اللي قامت بها بصفتها وصلت حققت أهداف، منها أصبحت عضو في المنظمة العالمية لحماية المستهلك.